لدى استقبال سموه لوفد تايلاندي يمثل مستثمرين في القطاع الصحي، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بما وصلت إليه مملكة تايلاند الصديقة من مستويات متقدمة على صعيد تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بما تمتلكه من منشآت صحية وعلاجية وكوادر طبية مؤهلة بأحدث النظم العالمية في هذا المجال. أكد سموه أن التعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في القطاع الطبي والصحي يعد أحد الأوجه المضيئة في علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورا مستمرا في ظل الحرص المتبادل على تقويتها في كافة المجالات. نوه سموه إلى حرص مملكة البحرين على تطوير سبل التعاون مع مملكة تايلاند الصديقة في المجال الطبي والصحي من خلال تبادل الخبرات والتجارب لدى البلدين، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتوقيع مزيد من الشراكات والاتفاقيات التي ترتقي بالتعاون الصحي والطبي بين البلدين الصديقين. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا من مملكة تايلاند الصديقة يمثل مستثمرين في القطاع الصحي بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى مملكة البحرين حاليا. خلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة الوفد الطبي التايلاندي إلى مملكة البحرين، والتي تأتي في إطار ما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة وعلاقات تاريخية متميزة على المستويات كافة. أعرب سموه عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة من نماء مستمر، وهما يجسد الحرص المتبادل لدى البلدين على توطيد أركان هذا التعاون بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. نوه سموه إلى أهمية تعزيز سبل الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان في مجالات الرعاية الصحية والطبية من خلال إقامة استثمارات مشتركة تعزز من موقعهما على خريطة السياحة العلاجية على المستويين القاري والدولي. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد التايلاندي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه الدائم لكل ما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدين أن جهود سموه ودعمه أسهمت في تمييز هذه العلاقات والوصول إلى مستويات تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيدين بما تشهده مملكة البحرين من تطور على المستويين الصحي والطبي في ظل ما تمتلكه من منشآت تعمل وفق أعلى النظم العلاجية العالمية.